السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متابعين الكرام، مساكم الله بالخير. الوفا والطيب ما يموت بين الناس، ما زال الوفا موجود والطيب موجود والإيثار موجود وابن الأصل موجود وصاحب الدين موجود والناس اللي فيها خير موجودة. القصة هذه طال عمركم يرويها لي شخص عن صديقه، صديقه هو اللي حصلت عليه القصة هذه اللي بقولها لكم، عراقي. الشخص العراقي هذا يسولف لي شخصيا عن صديقه اللي حصلت معاه السالفة. هذا طال عمركم أيام الحرب العراقية الإيرانية كثير من المصريين اشتغلوا في العراق، تقريبا 5 مليون مصري كانوا يشتغلون في العراق أيام الحرب العراقية الإيرانية. ففي عراقي الله موسع عليه وعنده مصنع أنسجة، نسيج، مصنع نسيج، وعنده عمال، وعنده طبعا من ضمنهم مصريين. فواحد من المصريين رجال محترم وأمين في شغله وما شاء الله عليه، يعني مهتم في المصنع وعنده أمانة. فقام العراقي هذا خلاه من عامل إلى يعني مسؤول، إلى مسؤول أكبر، إلى ما انخلى المصري وهو المسؤول الأول والأخير عن المصنع. وقعد وياه فترة من الزمن قبل دخول الأمريكان ب4-5 سنين. المصري اشتغل يعني بالعراق فترة طويلة ورزقه الله ومشى مصر. راحت السنين، دخلوا الأمريكان، سقطت الحكومة العراقية، تعرفون العراق تطشر يعني تبهذل البلد، فالناس اللي هرب واللي هاجر واللي خسر واللي كذا، البلد يعني اعتفس، يعني البلد راح فيها. فكثير من العراقيين هاجروا، من ضمن الدول اللي قاموا يهاجرون لها العراقيين مصر. هذا العراقي صاحب المصنع رجال كبر شوي، صار كبير بالعمر وراح لمصر، وهو اصلا العراقي هذا صاحب المصنع هو اصلا يعرف يشتغل في النسيج والمكاين مالت النسيج وكذا. فلما راح مصر قال والله انا ما اعرف اشتغل الا هالنسيج، ما نسيج. قام يسأل بمصر وين مصانع النسيج، قالوا له طبعا في القاهرة، قالوا له في المكان الفلاني. العراقي هذا اسمه الحقيقي أبو أحمد، أنا أرويها لكم عن صديقه شخصيا. قام أبو أحمد طال عمركم مصر يفتر على هالمصانع مالت النسيج، والله ما عندنا وظيفة. لما نحصل له مصنع نسيج قال شنو تعرف تشتغل؟ قال والله عرف أشتغل على أي شيء، يعني تعرف تشتغل على ماكينة الخياطة؟ قال أعرف. قال تعال. طبعا عراقي هل كان من الجوع، يعني فقير، المصنع ماله راح بالعراق وطلع بثياب المصر، سالفة غريبة سبحان الله. فقام العراقي واشتغل في المصنع خياط على مكينة من ضمن العمال اللي في المصنع. من وظفه؟ وظفه مسؤول المصنع، صاحب المصنع وهو المصري اللي كان يشتغل عند نفس العراقي، كان مسافر للصين يجيب بضائع أو خام أو غزل، أو ما كان موجود، اللي وظفه مسؤول المصنع. فجاء رجع من السفر المصري بعد شهر رايح للصين، مدري شهر ونص، يوم جاء راح المصنع دوامه شغله، السلام عليكم، عليكم السلام، ها شلون الشغل؟ والله كل شيء تمام يا فندم. ثاني يوم، ثالث يوم، قام يتمشى بين العمال ويطالع المصري
ولا هذا صاحب العراقي صاحب المصنع. طبعا هم كانت من قطعة بينهم الأخبار. سولف لي هذا العراقي صاحبي عن صاحبه، يقول أنا لما شفت المصري والله ما عرفته، المصري متغير وصار يمكن صار لهم 7 سنين مو شايفين بعضهم، والمصري متغير والعراقي متغير متبهذل شكله، فالعراقي طول يعني ما استوعب الموقف. المصري انجن طالع يشوف ولا العراقي هذا قاعد على الماكينة، لا إله إلا الله، هذا كنا أبو أحمد اللي هو كان يشتغل عنده المصري، هذا كنا أبو أحمد يشوفه مضبوط، هذا شلون يعني هذا بالعراق ايش جابه مصر هني؟ ما يدري أنت يا المصري، ما يدري الموقف يعني صدمه يعني. كان يقرب له ويطالعه ولا فعلا أبو أحمد؟ قال له قوم 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 قوم، السلام عليكم. عليك السلام. العراقي يقول وأنا على مكينة الخياطة يقول شفته، يقول ما عرفته للوهلة الأولى، يقول ما عرفته، يقول سلم علي وقال لي قوم قوم. المصري يقول قوم 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 قوم، يقول شان طالع قوم يا أبو أحمد، يقول والله طولت وأنا أبي أستوعب الموقف. قال أنا أبو فلان، يقول سيدة والله، وأقوم وأسلم عليه وأضمه ويضمني وحضنه ويحضني. قال له قوم شوفوا شوفوا المصري إيش سوى. قال له قوم 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 أم أم ده أنت مكانك مش هنا يا حبيبي، تعال تعال تعال. يدخل المكتب ويجمع كل العمال اللي بالمصنع كلهم، وقف الشغل وجمعهم قال لهم تعالوا، تعرفوا الراجل هذا؟ قال آه نعرفه، هذا أبو أحمد. قال لا أنتم تعرفونه ولا لا؟ قال إيه نعرفه أبو أحمد، صار له يشتغل عندنا شهر. قال شايفين المصنع هذا اللي أنتم تشتغلون فيه وتأكلوا عيش؟ قال قالوا له إيه. قال أنا شغال عند الرجل العراقي ده، الرجل العراقي هذا أنا شغال عنده، والمصنع هذا اللي أنتم كلكم تشتغلون فيه هذا من خير الله ثم خير الرجل العراقي هذا، ومن الآن يقول للعمال من الآن هذا أبو أحمد ما هو مسؤول، لا هذا شريك معاي في المصنع يملك نص المصنع. أبو أحمد انصدم طبعا. ومن ثاني يوم من نفس اللحظة أبو أحمد شريك له بالمصنع كله، ما أدري يعني حتى سجل بشكل رسمي أو كذا، لكن شريك له بالمصنع كله وهو المسؤول أنت يا أبو أحمد. يعني المصري خلى أبو أحمد يملك نص المصنع ولا زال شغال. واعتقد إذا أحد من عيال المصري أو العراقي أو أحد يعرف السالفة راح يعلق في التعليقات. فشوفوا الوفاء، المصري عطاه نص ما يملك من المصنع. الطيب ما مات بين الناس، عسى الله يحفظ الطيبين ولا جاويد، والسلام عليكم.